ما نذكره اليوم هي حادثة رد الشمس لعلي صلوات الله وسلامه، الشمس العظيمة، الشمس التي رب العالمين جعلها في مسير وفي فلك تسير مع القمر، القمر والشمس على حال يجريان وبحسبان وبشكل دقيق، الشمس حركتها حركة ضمن الأوقات وضمن الفصول وضمن الأفق والمحور، كل هذا رب العزة عز وجل كل هذا يقرر على أنه يسقط هذه الحسابات. والشمس هي في المغرب، الشمس في المغرب يعني وصلت إلى حد الغروب، ولأن علي بن أبي طالب كان في حال فاتته الشمس، عفوا فاتته الصلاة، فرب العزة عز وجل شاء أن علي بن أبي طالب يصلي، أن علي بن أبي طالب يصلي، فيأمر الشمس أن ارجعي، يأمر الشمس أن ارجعي، فترجع الشمس وترد ليتسنى علي بن أبي طالب أن يصلي لربه، أن يصلي لله. أنا فقط أريد أتساءل إنصافا إخواني، وبعدين أذكر بعض على حال بعض الأمثلة اللي تبين ماذا أريد أن أقول. بعض الشباب قد ما يستوعب اللي نقوله، الشمس ردت، الله أراد أن يردها وفي أمان الله، ما بيها فت قضية، هكذا البعض يتصور. ولكن أيها الأحبة، أن الله سبحانه وتعالى هذا العظيم، هذا العليم، هذا الغني، هذا الكبير، خالق كل شيء، متصرف بكل شيء، يسخر الأمور كلها والأمور كلها بيده، زين يجي يحتاج إلى أنه يحتاج لصلاة علي؟ شنو يعني علي صلى أو ما صلى، فاتت الصلاة لأنه كان مشغول أو كان نايم أو كان كذا، هذه شنو يعني، شنو قيمتها يعني؟ فاتت، وش قد ناس تفوت صلاتهم، كم من الناس فاتت واجبات منهم، واحد منهم علي بن أبي طالب. ولكن علي بن أبي طالب الله يريد أن يعطينا مؤشرا ورسالة أن لعلي منزلة، أن لعلي مرتبة، هاي المرتبة لازم تبقى في جبين التاريخ وتبقى واضحة للناس، أيها الناس، أن علي بن أبي طالب حسابه يختلف مع الآخرين، حسابه يختلف على لما يحارب ضربته، ضربته في يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، أي هذا علي، علي ذكره عبادة، وهذه الرواية موجودة حتى في كتب السنة بشكل واضح، أنا مراجعة، ذكره عبادة، النظر لوجه علي عبادة. إذن علي ليس شخصية عادية، حتى رب العالمين يقول زين علي كغيره من الأشخاص اللي تفوتهم الصلاة، لا، علي بن أبي طالب لازم أنا أرجع للشمس حتى يصلي، أنا صلاة علي بن أبي طالب صلاة أخرى، صلاة خاصة. علي بن أبي طالب لما يوقف يقول إياك نعبد وإياك نستعين، رب العالمين يعتبر هذا على حد شيء يختلف عن الآخر يقول أو الآخرون يقولون أنه إياك نعبد وإياك، لا، علي بن أبي طالب عبادته مرجوة، عبادته مطلوبة، عبادته مرغوبة من قبل الله سبحانه وتعالى.